تسجيل ارتجامه موجود ابوه. حاول مراوغه ايمن العياري. ما موجود ابوه. ايمن بن سالم. جد اجيب الزرتي ترجع كوره من فاروق المصطفى. بالضغط يا ايمن العياري. مع ما موجود ابوه. ضغطي على الكوره من ما موجود ابوه. قبل واحد لصالح حدد بن زرتي. الاسبقيه بالتهديد كانت في ابناء المدرب عربي زواوي. سعد الدريدي في الدقيقة 27 من الفرق. مكان مبني دمو مبني دمو. هذا اللاعب قدم عطاء غزير. جمهور عم يشجع فيه. فوز فردي من دايوم مامودو. بورتو تستقر في شباك برجب. وهدف ثاني في 76 دقيقة. اثنين واحد إمكانية إذ ثم مامودو على إثر توزيعة سدد بالراس كورتو تصطدم بالميدان ثم على ثم مامودو على إثر توزيعة سدد بالراس كورتو تصطدم بالميدان ثم على نادي البنزرتي يرجع للانتصارات والشبيبة تمقاد الأول هزيمة منذ انطلاق مرحلة الإياب. Avant de rentrer, le coach m'a dit d'essayer parce que le terrain ça pleut aussi. Donc j'ai essayé, ça rentrait. Donc j'ai dit Alhamdoulilah. Il est tabou, il est yassar. Abour Laouini, Khair Mark, il est yassar. Il est tabou, tabou, il est yassar. Abour Laouini, Abour Laouini. Il est tabou. إلى بيت مسدد بالتغطية يرجع إلى وليد ريش. قلت كل هذه الوضعيات مسؤولة بالتحديد مع التحديد ربيع البوري ومزاي بتاع كيشة ولطفي شبارة وليد ريش. وليد ريش فادي لابيز حتى المباراة في فادي لابيز مباراة أخرى. فادي لابيز إلى دابو دابو إلى وجه الجبيري وجه الجبيري إلى دابو دابو حاول رفع الكرة ترجع تطلع حذارها مشاهدي القناة الحرب علينا من كنتم في هذا النقل المباشر في قمة القمم في هذا الدور ربع نهائي بكأس رئيس الجمهورية موسم 2009 من سيكون الفريق الرابع المترشح من بين النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الرياضي البنزرتي. لقاء كبير خذ من تعود الكرة دومينيك داسيل دومينيك داسيل يبحث عن المرور مامادو دابو ريدريج ويتداخل التوقعات خاصة في أول الموسم وهذا ممتاز جدا للقطار التونسي اللي أحسن كفاءة على مدى 10 سنين. 500 دينار كاش مركز انتظار الفائز مامادو دابو إلى هيثم بن سالم مرفوع رشيد الكرة متفرج الحمد لله إلى مامادو دابو مامادو المنتدب من المكارم المهدية مامادو دابو الحب كذلك بهلال السكن هذا المدافع توصل ميدان كذلك سومانا بي عفوا دومينيك دا سيلفا وهيكل الفردية وراهم يلعب سومانا بي مامادو دابو في مواقع معينة لابد باش يسرح الكرة لصحابه باش يمدها من الدفاع إلى الهجوم ويحاول باش يسرع تنقل الكرة بين لاعبين. ولا جديد صلاح البنزرت هيثم كانت هي قانونية نظرا لأن اللاعبين مدركين أنه أن الحكم قاعد يراقب فيهم لكن الاحتكاكات كثيرة والطاقات الهجومية خاصة مع مستوى اللاعب العالي في الفريقين سواء بالنسبة لخط دفاع نادي البنزرتي أو بالنسبة لخط دفاع نادي الزمالك. تلعب بسرعة مامادو دابو إيهاب لومبال يلعب واحدة اثنين يرقص إيه لأن لحد الآن مازالت حسابات طاغية والخوف من الهزيمة طاغية على المدرب البنزرتي في توقيت خمس دقائق لعب في هذه الفترتين. مامادو دابو مامادو يبحث عن التسجيل جاي يراوي الى هاتين البارات الى دومينيك دا سيلفا قبلوا المدافع مامادو دابو مامادو دابو طويل الكور عكس هجوم لصالح البنزرت مدينة ميت جدد لكن الكرة ليش في باخر مطلق احتفل بالهدف من قبل ما يسجل فتح الغرب هيثم بن سالم الى مامادو مامادو دابو مبتزل مراوغة يسقط يربح مو يسقط مامادو دابو
ويربح مخالفة لصالح النادي البنزي. لاعب ممتاز مامادو دابو على مستوى الفني إمكانياته التحكم في الكرة ممتازة. يونس قد يأخذ مكانه في تشكيلة النادي الفني. مامادو دابو إلى فادي لاميز، فادي لاميز بعد على التسديد يسدد فادي لاميز حاول باش يخرج مانافي يعني منفرد قدام الحارس ولكن ما نجحش. وهذه كورة لصالح النادي البنزي يدخل على هذه الكورة. أمين عبير عود الكرة لصالح النادي البنزرتي كم قول خلف لصالح محمد أو مامادو دابو لصالح مامادو دابو حافظ حبيشة محتاج وجه الجباري يدخل في تشكيلة النادي البنزرتي مكان اللاعب نمجد عدد الإصابات والتقطعات في هذه الدقائق الأخيرة ومن كل فريق يبحث عن بس من بعض لحظات سهو في وسط ميدان الاتفاق اللي تتلعب الكره ولا هما مازالوا مودا باتن حافظ درويش وكذلك امين عباس تو الثاني بامتياز بالنسبه لخط دفاع النادي الساحلي. مامادو دابو مامادو امين عباس تسديد يخص الكور. هادي الهباب هادي الهباب مانا بي مانا بي ابو مامادو دابو اللي عرق في لاعبين قدام يعني يدور الحديث عنها دفعوا هذه الكرة كذلك النادي الساحلي 1-2 يعني بصراحة كل فريق يستاهل انه يترجح الى الدور النصف النهائي لكن احكام الكرة احيانا تخليك مجبر انك تخيل فضل حافي مرزوق الى مامادو دابو يمشي حمزة يونس حمزة يونس فضل حافي مرزوق الى مامادو دابو بس المكان اللعب جميل لكن قلق بالنسبة للاعب واحيانا بيقصي والنادي البنزرتي مامادو دابو في مجال علي صار ما تصلش كور في الوجه المعزي علي صار ما تصلش كور في الوجه المعزي ساكني يوسف بن ساكني محاولة التمهيد جاء أسامة الدراجي مقطوعة لمحمد سلال يرجع للميدان كورة سريعة الرجل التونسي كورة من أسعد المدريدي كبيرة للميدان يلعب مع مامادو دابو مامريزي من ضربة جزاء الدقيقة الخامسة كورة مقطوعة من مهدي الورداني طويلة واحدة على النادي البنزرتي الدفة الثمان مامادو دابو مامادو دابو كورة قصيرة ترجع له من الصيف بدل هذا الموسم الترجي الرياضي واحد من اللاعبين يعمل مراقبة ممتازة نجد الجودي التدخل موجود من سيام بريوس تبقى دائما لنجد البنزرتي التمهيد محمد نبيل عاصر كورة هدف ثاني هدف ثاني مباراة مفتوحة وهدف ثاني للنادي الرياضي البنزرتي هذه العملية والنتقل والقطع من المدافع على الترجي نجد الجودي التمهيد من الترجي وضيف النادي البنزرتي مامادو دابو مامادو دابو مازالت الكرة وغولة على التدخل من روجيه كوندوبا مع مامادو دابو خرج كرة للتماس التماس في اللحظات الأخيرة في هذا الشوط الأول بن سالم نمجد الجهود مامادو دابو مامادو دابو يخوي هذه الكرة مامادو دابو في هجمة جديدة لنادي البنزرتي التمهيد في الاتجاه هيثم بن سالم الرباطي نشوفوا التدخل من مدافع نادي البنزرتي الياري يوسف المساكني الى مامادو دابو يلعب هيثم بن سالم متابعه موجوده من خليل شباب والمخالفه للنادي الجديد كره للترجي الرياضي التونسي لبن وجدي بوعزي واشرف 2 مقابل 2 للترجي في الشوط الاول ترجع مامادو دابو راسيا ترجع له كره قدام خليل شباب يرفع كره عاليه جاي هيثم بن سالم والسبت من هذه الكرات تبقى نتيجة تعادل 2-2 أول فرصة تقريبا سنحة للتسجيل في الفوطة الشوط الثاني مامادو دابو يرفع صورة التوزيع التدخل من حمدي المرزوقي إلى مامادو دابو مع محمد بن منصور يرفع به الكرة مامادو دابو وهلات كذلك فردية كبيرة لمامادو دابو تمدى النادي البنزرتي هيك في خطة التسلل باش يتفادى الهجومات السريعة للطرف الثالث على الترجي وأيضا على وجه المعدي في المناسبات مامادو دابو مامادو دابو مامادو دابو قدامه خليل شمال يبعد على روجيه كوندوبا ينتقل في الوقت المناسب تقريبا قبل 7 دقائق لاعب على نهاية المباراة مامادو دابو كورة لهيثم بن سالم هيثم بن سالم على العربي المباراة
32 ضد النادي البنزرتي، 14 ضد الترجي النادي التونسي. كوره للنادي البنزرتي من اسعد الدريدي، اسعد الدريدي لمامودو دابو، مامودو دابو التوزيع تضرب الكره باش يتفادى الهجمات السريعه ويرجع الكره لصالح النادي البنزرتي. دقيقتين فقط وقت بدل ضاع، اضاف الحكم محمد العسالة.